هل إزالة حسنة كبيرة أو زائدة جلدية في الوجه بليزر يعتبر تغييرا لخلق الله؟ لا، ليس بتغيير لخلق الله، إنما هذه عود إلى ما عليه عموم خلق الله. فإذا كنت أجري عمليات جراحية للعودة إلى ما عليه عموم خلق الله فلا يعد تغييرا لخلق الله. مثلا شخص مثلا حاصل عنده ولد وعنده انسداد في مجرى البول، فأجرى عملية كي يخرج البول من مجراه، هذا ليس بتغيير لخلق الله، هذا وصول إلى ما عليه عموم خلق الله، فلا بأس به، والله أعلم.